كسلش في منذ عام 1995 لغاية 99 متتالية أربع مرات، ثم كريس إيفرت قبل ذلك منذ عام 74 إلى 80. ممتازة أيضا سامانثا ستوسر، وتريد أيضا الإجهاز على رضوان إسكا من بداية المجموعة الثانية وعدم إعطائها أي فرصة. بالمناسبة رضوان إسكا خسرت الآن أول مجموعة لها في هذه البطولة بعد أن فازت في أربع مباريات من دون أن تخسر أي مجموعة، إذا خسارة في كل شيء لرضوان إسكا في هذه المباراة الآن. ممتازة رضوان إسكا تضغط لصعودها على الشبكة، تجبر اللاعب ستوسر على ارتكاب الخطأ. 15 لكل لاعب الآن. هنا توماس المدرب، نزل هذا المدرب بين الاستراحة بين المجموعتين، ولكن سوف نشاهد ما قاله هذا المدرب. خطأ. إذن لا زالت رضوان إسكا تعاني وهي على الإرسال، مما يعني أن ستوسر سوف تطمع أكثر في كسر مبكر. فعلا كرة ساقطة عالية سهلة تنهيها رضوان إسكا، لا تستطيع اللاعب ستوسر التحرك للكرة لأنها كان لديها أكثر من خيار رضوان إسكا لإنهاء الكرة، فلم تتوقع اللاعب ستوسر اتجاه الكرة. 30-30. خارج الملعب نقطة مكلفة هذه النقطة يا رضوان إسكا، تعطي الآن الأفضلية لهذه اللاعبة، لديها فرصة الآن لكسر مبكر في أول شوط من المجموعة الثانية. نشاهد أيضا البريك بوينت وين 50% لستوسر، نسبة كبيرة أيضا. ممتازة ستوسر، إذا تكسر إرسال اللاعب رضوان إسكا من الشوط الأول من المجموعة الثانية، تتقدم بشوط للا شيء. كما ذكرت أن هذه البطولة أنها انطلقت منذ عام 1892، وهنا إحصائية المجموعة الأولى 75% الإرسال الأول لدى رضوان إسكا، 67 لدى الرسالة الأول، ومع ذلك تفوز في معظم النقاط. نشاهد أيضا 14 نقطة تفوز بها بطريقة الوينر ستوسر مقابل ثلاثة، إذا دبل فولت واحد لرضوان إسكا. أيضا الأم فور سيروس 5-7، رغم ذلك هذه اللاعبة لديها إرسال ثاني قوي جدا يجبر رضوان إسكا على إرجاع الكرة بطريقة خاطئة أو بطريقة سهلة الإرجاع للاعب ستوسر. خارج الملعب الآن، فيها قوة بدون تركيز من اللاعب ستوسر. لا شيء 15 تذهب للمخاطرة في الإرسال الأول دائما اللاعب ستوسر. الإرسال الثاني الآن، خارج الملعب. 15-15 في الشوط الثاني من المجموعة الثانية.
واحد أيضا من مفارقات هذه البطولة خروج اللاعب ماريون بارتولي من لاعب صاعدة من التصفيات من كازاخستان. اللاعب جيلينا فازت على المصنفة شاهد أيضا بارتولي هي المصنفة التاسعة في البطولة تخرج من الدور الأول. إذا ردوانسكا الآن بعض اللمحات لي كسر إرسال اللاعب ستوسر إذا الآن اللاعبة ردوانسكا تضغط بهذا الشوط تتقدم 15-40 وهي تستقبل إرسال ستوسر لكي لديها فرصتين لكي تكسر إرسال اللاعب ستوسر. تفقد نقطة الآن اللاعب ردوانسكا تقلص اللاعب ستوسر الفارق وشاهدنا أيضا تتذمر اللاعب ردوانسكا من طريقة لعبها لهذه النقطة. إذن 30-40 40-40 تفقد فرصتين اللاعبة ردوانسكا لكسر إرسال ستوسر التي تستعيد أيضا قواها في إرجاع نتيجة لحالة 40-40 التعادل الأندوس. خارج الملعب مخاطرة كبيرة من اللاعبة ستوسر في إنهاء الكرة بطريقة جدا صعبة. إذا تخسر هذه النقطة وتعطي الأفضلية الآن للاعبة ردوانسكا للمرة الثانية وهي الفرصة الثالثة. إذا بريك بوينت لديها فرصتين. نعم اللاعبة ردوانسكا كرة طويلة سوف نشاهد الآن الإرسال الثاني في المجموعة الأولى كانت تلعب إرسال ثاني بطريقة جدا صعبة نشاهد. ممتازة أيضا تحافظ على هذا الشوط لثاني مرة الآن والتعادل رقم 2 إذن في هذا الشوط التعادل الثاني. نشاهد أيضا الإرسال الثاني ثم عكس اتجاه الجرية للاعبة ردوانسكا لا تستطيع الرجوع طبعا صعبة ترجع. 40-40 إذن بعيدة جدا يستوسر هذه الكرة بشكل غريب والآن لثالث مرة أيضا فرصة للكسر. أيضا نتابع من مدرب اللاعب ستوسر خارج صندوق الإرسال الثاني الآن والفرصة مواتية ردوانسكا لكسر واستعادة الكسر. ممتازة تستطيع ردوانسكا الرجوع بالمجموعة هذه من خلال كسر إرسال اللاعبة ستوسر الأسترالية. شاهد هل ستكون هذه النقطة نقطة تحول في المباراة أو هذا الشوط
سنتابع مع حضراتكم مشاهدينا مشاهدين قناة أبو ظبي الرياضية المتواجدة الآن في هذه المباراة من خلال عودة هذه اللاعبة بعد أن كانت تؤدي بشكل بطيء الآن تسارع بالأداء وهي معروف عنها بطيئة الدخول في المباراة اللاعبة رودوانسكا. شاهد تأخر أيضا في ضرب الكرة مما يعني الخطأ في هذه النقطة تخسرها إذا